أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم من جديد. نجدد التحية مع الأستاذ إسلام شمسي. أهلا أستاذ إسلام. عز أحمد، ربنا يعزك. وزهر الله يخليك. 3 ساعات مع بعض يا أولاد، الحلقة الأولى والحلقة الثانية والثالثة. هنكمل معاكم إن شاء الله النهاردة استكمال الفصل الرابع. إحنا غطينا طبعا الفصل الرابع بالتحديد والتفصيل الحلقة اللي فاتت على مدى ساعتين، وقفنا معاكم لحادثة 4 فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية وما حدث فيها. هنكمل النهارده معاكم الموقف السياسي المتدهور للحكومات الأقلية، ونكمل مراجعة أهم جزء في الفصل الرابع وهو ثورة 23 يوليو 1952 وإنجازات هذه الثورة. طيب نشوف في البداية معايا كده من حادثة 4 فبراير، لو في حاجة جاهزة من 4 فبراير يا رئيس. لو في حاجة جاهزة، الأسئلة اللي أنت حضرتك كاتبها من 4 فبراير. 4 فبراير زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، جاهزة براحتك. حاضر. 4 فبراير الحلقة اللي فاتت اتكلمت معاكم وقلنا تعد حادثة 4 فبراير انتهاك صارخ على سيادة الدولة. ليه انتهاك على سيادة الدولة؟ وكان فيها السؤال طبعا الأهم والأخطر، يعني عمل قلق برضو في 2017، ما العلاقة بين الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية؟ ده أنا قلت لك المرة اللي فاتت طبعا، التصادم بين انجلترا وعلي ماهر واستقالة علي ماهر او عزله من انجلترا لانه محوري، وبعد كده بنقول اثناء حكومة حسين سري تقدمت قوات المحور واسقطت بنغازي في ليبيا ودخلت الى مصر، حرق القصر مظاهرات تهتف للامام يا رومل، غضب ذلك او غضب الانجليز من ذلك، وقدمت انجلترا انذار للملك بايه؟ عزل سري وتعيين وزارة وفدية او وزارة النحاس، ورفض الملك والزعماء الانذار، مما ادى الى حصار انجلترا قصر عابدين بالذبابات وارغام الملك على تاليف وزاره وفديه، وقبل الملك الانذار الانجليزي في اللحظه الاخيره وشكل وزاره برئاسه مصطفى النحاس. قدمت حكومه الوفد طبعا برئاسه النحاس المساعدات لحكومه الحلفاء انجلترا وفرنسا، وعندما اقتربت الحرب من النهايه، ركز في دي، سمحت انجلترا للملك بايه؟ بإقالة وزارة النحاس أو الوفد الوزارة الشعبية، وعودة حكم حكومات الأقلية، رجع حكم حكومات الأقلية مرة تانية. خلي بالك، حكومات الأقلية زي ما أنا شرحت معاكم طول السنة هي الحكومات التي لا تحظى بثقة وتقدير الشعب. طب أنت عايز ترجع ليه؟ الإنجليز عايزين يرجعوا ليه حكومات الأقلية؟ حتى لا يطالب النحاس بتمن المساعدة في الحرب وهو الاستقلال ووحدة مصر ووادي النيل والسودان، وحتى ينشغل الشعب بالمطالبة بالاستقلال، لا، ينشغل بالمطالبة بالدستور بدل الاستقلال، مما يتيح لإنجلترا حق التدخل في أمور وسيادة مصر الداخلية والسيطرة على السياسة الخارجية. حادثة 4 فبراير مهمة، حادثة 4 فبراير، حادثة دنشواي، حادثة فاشودة، حادثة أغادير، حادثة السيرليستاج. نخلي بالنا من الحوادث، الحوادث مهمة، ومش شرط ان يجيب لك مقارنة بين حادثتين، ممكن يجيب لك قارن بين حادثة ومؤتمر، حادثة واتفاقية، حادثة وحادثة. اللي بالنا الله يخليكم بأي شكل من الأشكال، الحوادث بديهية وسهلة. سقوط 3 فصول عندك في الآخر وبالذات الفصل السابع عمل إنجاز كبير ولم الدنيا معايا. إيه يعني 4 فصول؟ وإيه يعني الفصل الرابع اللي ممكن درجته تعدي معانا 13 درجة في الامتحان السنة دي؟ نخلي بالنا. طيب اتفضل يا ريس. عندنا في 2017 استاذ احمد سؤال جه في الجزئيه اللي حضرتك لسه قايلها، اتفضل. وضح العلاقه بين الحرب العالميه الثانيه وسياسه مصر الخارجيه. طبعا الاجابه زي ما حضرتك وضحت استاذ احمد، ان حينما اشتعلت الحرب العالميه الثانيه تطورت العلاقه بين انجلترا ومصر. لما رفض حكومه علي ماهر طلب انجلترا باعلان الحرب على جبهه المحور، طبعا لميول المحوريه، فده دفع انجلترا لطرده من الوزاره. وقوع صدام بين الملك فاروق وانجلترا لميوله المحوريه في عهد حكومه حسين سري، ومحاصره انجلترا للقصر في 4 فبراير 42، وارادت عزل وزاره حسين سري وتعيين وزاره النحاس باشا لتقديم خدمات لانجلترا او عزل فاروق شخصيا. تمام. ده سؤال جه في 2017 يا زحمه. طيب قبل ما نتكلم برضو هنقول برضو عندي اسئله ممكن نكتب يا استاذ اسلام بعد اذنك. اتفضل. لما نقول فسر بما تفسر، اعدل الورق بس معانا، نقطع عليه ونعدله بما تفسر. اعدل استاذ سامي الورق، اعدل الورق. فبما تفسر سمحت انجلترا للملك باقاله وزاره النحاس
1944. اتنين، في تفسير برضو تدهور الوضع والموقف السياسي بعد إقالة الوفد 1944، بعدها إلغاء النحاس اتفاقية 1936 في أكتوبر 1951، محاصرة الإنجليز مبنى محافظة الإسماعيلية 25 يناير 1952. تمام، ما نتائج تولي وزارات الأقلية في الفترة من 1944 إلى 1950؟ اتنين، إلغاء النحاس اتفاقية 1936، حريق القاهرة 26 يناير 1952، الموقف السياسي المتدهور 1950. تفضل. بما تفسر سمحت انجلترا للملك بإقالة وزارة النحاس عام 44، حضرتك السائل ده زحمة السؤال ده؟ لسه قايلين دلوقتي. اتفضل. طلب. صح؟ تمام. يعني قولوا تاني. ماشي. انجلترا سمحت للملك بإقالة وزارة النحاس، طبعا انجلترا كانت قايلة للنحاس ان انت تقدم الدعم لانجلترا اثناء الحرب مع وعد باستقلال مصر ووحدة وادي النيل. تمام. النحاس قدم الدعم، ولكن انجلترا حتى لا يطالب النحاس بالاستقلال امرت انجلترا بإقالته واللجوء مرة تانية لوزارات الاقلية اللي هتعمل تأخير للحركة الوطنية. تمام. اتفضل. تدهور الوضع والموقف السياسي بعد إقالة الوفد 1944، طبعا أحزاب الأقلية اللي حكمت في الفترة دي لحد سنة 50 فشلت في تحقيق أي استقلال أو جلاء للإنجليز أو تعديل للمعاهدة. تمام. اتفضل. لما نقول الوضع السياسي هنا بنقول تدهور الوضع السياسي بعد إقالة الوفد 1944. هو أنت عندك هنا لما يجي لك السؤال نفسه، السؤال نفسه هنا التحديد فيه مهم بالتاريخ، إزاي؟ يعني مثلا لما اقول اقاله الوفد مثلا 24 او استقاله الوفد 24، اقاله الوفد 26، اقاله الوفد 29، اقاله الوفد 37، انا عندي تولت وزاره الوفد 7 مرات، انا عندي فيه 7 مرات لحكومه الوفد. طيب انا ما اعرفش، ما ينفعش اقول لك ايه اقاله الوفد واسكت، لازم احط سنه عشان احدد الفتره اللي مشي فيها الوفد سواء بالاستقاله او بالاقاله ونتيجه ده على الموقف السياسي. لما اقول ما نتيجه او سؤال تفسير تدهور الوضع السياسي بعد إقالة الملك الوفد 44، نقول اولا انفرد الملك او استبد الملك بالحكم مستعينا باحزاب الأقلية. ركز معايا، الملك استبد بالحكم مستعينا باحزاب الأقلية، جاب احزاب لا تثق فيها الامة، والاحزاب دي كانت بتحب الملك لان الملك بيزور لهم الانتخابات وبينجحهم على حزب الوفد او بيدخلهم البرلمان الايه في اثناء عدم وجود ايه انتخابات. طب الحاجة التانية، تألفت حكومات لا تحظى بثقة الشعب، في حكومات جت الشعب ما بيحبهاش، لو بصيت في هامش الكتاب عندك كده هتلاقي الحكومات دي، حكومة أحمد ماهر، نقراشي، صدقي، حسين سري، إبراهيم عبد الهادي، في عندك 6 وزارات، أنت عندك من إيه؟ لو حسبتها من أكتوبر 44، أكتوبر 44 يعني 45، لإيه؟ ليناير 50، يعني كام عندي؟ يعني 45 46 47 48 49، 5 سنين جا فيهم 6 وزارات، ده معناه انحلال في نظام الحكم اهو. تبقى استبد الملك بالحكم مستعينا باحزاب الاقليه، تالفت حكومات لا تحزب ثقه الايه الشعب، حدثت فوضى واضطرابات في عهد هذه الحكومات، الدنيا اتلخبطت، مقتل 2 من رؤساء الحكومات، اتقتل احمد ماهر والنقراشي، قويت حركه الاخوان المسلمين
وقاموا بتفجيرات واسعة النطاق في القاهرة من خلال استخدام الفرق الجوالة وتنظيمها السري اللي مارسوا بيه تفجيرات واسعة النطاق، فشلوا في تحقيق الجلاء عن مصر. نخلي بالنا من النقطة دي، وبسيطة جدا ما فيهاش أي مشاكل. اتفضل يا باشا. نخلي بالنا برضه أستاذ أحمد في السؤال ده من النقراشي باشا، نوضحه للطلبة عشان ده نازل عليه سؤال في النماذج الاسترشادية. لا ده لسه النقراشي جاي في السؤال اللي بعده. في الاختيار اللي هو اثنين الوزراء. إلغاء النحاس بما تفسر إلغاء النحاس اتفاقية عام 36 في أكتوبر 51. لأن إنجلترا رفضت التفاوض مع النحاس بشأن تعديل معاهدة 36 لمنح مصر الاستقلال. تمام. فاضطر النحاس لإلغاء المعاهدة. طبعا ده كان ليه نتائج غايه في الاهميه، اطلاق الحريه، النضال المسلح ضد الانجليز في مدن القناه، وده هيتسبب بعد كده في حادث مبنى محافظه الاسماعيليه وحريق القاهره. وجايين لنا في النتائج. محاصره الانجليز مبنى محافظه الاسماعيليه يوم 25 يناير اللي هو اصبح يوم عيد الشرطه. وصل مجموعه من ضباط البلوكات النظاميه اللي هيقدموا الدعم للفدائيين في مدن القناه، فالقوات الانجليزيه في الاسماعيليه حاصرت المبنى وطلبت الضباط بالاستسلام. الضباط اتصلوا بفؤاد سراج الدين، وبرضه الاسم ده لازم الطلبه تركز عليه، وزير الداخليه، بيقولوا له الموقف، فقال لهم يجب الاستمرار في النضال حتى النهايه. ترتب على ذلك استشهاد كل الضباط داخل المبنى، ولذلك هذا اليوم لحد النهارده بيعرف باسم يوم عيد الشرطه. ما نتائج تولي وزارات الاقليه في الفتره من 44 ل 50؟ ده بقى السؤال ده برضه يا استاذ احمد اللي هو فشلت فيه وزارة الأقلية في تعديل معاهدة 36 أو الاستقلال، وكانت عودة عود فساد، لأن تم اغتيال اثنين من يعني من رؤساء الوزراء، أحمد ماهر والنقراشي باشا. طبعا احنا بنوضح هنا للطالب، النقراشي في عام 47 عرض قضية مصر على مجلس الأمن، وظلت القضية معلقة، وممكن نربط السؤال بتاع النقراشي بسعد زغلول في الشبه والاختلاف، كلا يعني نطلع سنة من السؤال ده بس يا استاذ احمد، قارن بين سعد زغلول والنقراشي باشا موضحا الشبه والاختلاف. الشبه ان كل منهم عرض القضيه المصريه على المؤتمرات الخارجيه او المقرات الدوليه. الاختلاف والشبه ان كل منهم لم يحقق نجاح. الفشل او الاختلاف ان سعد زغلول عرضها على مؤتمر الصلح في باريس، لكن النقراشي باشا عرضها على مجلس الامن. تمام. هزيمه مصر والعرب في حرب فلسطين عام 48، طبعا دي القضيه اللي هتخلق موضوع الاسلحه الفاسده وثوره 23 يوليو. ايه نتيجة الغاء النحاس اتفاق 36؟ ده سؤال مهم جدا. النحاس لما الغى معاهدة 36 اعلن النضال المسلح ضد الانجليز في مدن القناة. مش بس كده، ده كمان هيدعم الفدائيين في مدن القناة لما زود اعداد ضباط البلوكات النظامية. ومن هنا حصل حادث مبنى محافظة الاسماعيلية اللي احنا لسه قايلينه، وترتب عليه حريق القاهرة اللي حضرتك دخلنا في السؤال اللي بعده. نتيجة حريق القاهرة انتشار الفوضى، الملك عزل النحاس، طبعا ده العزل الثالث لأنه من تسبب في هذه الفوضى بإلغاء المعاهدة، وأسند الوزارة لعلي ماهر، ودي برضو الوزارة الثالثة لعلي ماهر. في كده؟ تمام. في آخر سؤال بس، اتفضل. نتيجة الموقف السياسي المتدهور عام 50، الملك طبعا أعلن الانتخاب، وبعد ده كان فوضى بعد هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين وعقد الهدنة مع إسرائيل، فطبعا الملك اضطر انه يعلن انتخابات وفوز النحاس فيها. جميل. السؤال اللي هو الاخير ده سؤال من الاسئله المهمه، نتائج الموقف السياسي المتدهور 50 هو نتائج الموقف السياسي المتدهور لحكومات الاقليه، حيث فشلوا في تعديل معاهده 36 وتحقيق الجلاء لمصر او السودان، فشلوا في مجلس الامن وظلت القضيه معلقه، فشلوا، ركز بقى لازم يتحط الثلاثه دول اللي هي اجراءات حكومات الاقليه، فشلوا في حرب 48، فقام الملك بانتخابات عامه وحره يناير 50 اسفرت عن فوز الوفد، فترتب عليها اطلاق مصطفى النحاس الحريات التي كانت محبوسه في عهد حكومات الاقليه، ثم الدخول في التفاوض من مارس 50 لاغسطس 51 مع الانجليز حول تعديل معاهده 36، ولكن انجلترا رفضت تعديل المعاهده واعطاء مصر الاستقلال، فقام النحاس بالغاء المعاهده اكتوبر 1951 واطلاق الحريه للنضال المسلح ضد الانجليز في القناه. ركز، السؤال ده مهم، والسؤال ده صعب. صعب ليه؟ والسؤال جه في الامتحان قبل كده، وما دام جه في الامتحان بقى دستور اجابته عند الامتحان. ولما لك ما نتيجه الموقف السياسي المتدهور، المفروض نبدا من اجراء انتخابات حره وعامه يناير 50. والموقف السياسي المتدهور 50 جاي منين؟ من 44 ل 50 زي ما قلت لك، الست وزارات.
اللخبطه اللي حصلت فيهم، الفشل السياسي في تعديل المعاهده، الفشل في مجلس الامن، الفشل في حرب 48، ده موقف سياسي متدهور. اذا لما قلنا نتيجه الموقف السياسي بيغلط فيه الطالب الشاطر، لانه بيبدا منين؟ بيبدا من اجراءات وانتخابات عامه وحره 50 ويكمل للاخر. لا، هنا لما ننزل في نموذج الاجابه 17 راح عامل ايه بقى؟ وجاء 18 كمان. راح جايب ايه؟ جاب الجزء الاولاني من الوزارات، قال لك فشلوا في ثلاثه، المعاهده، مجلس الامن 48، فاطلق الايه؟ الملك او عمل الملك على اجراء انتخابات حره وعامه وتكمل للاخر. فهنجيب الاثنين معايا، هجيب اجراءات حكومات الاقليه مع نتيجه موقفهم السياسي المتدور ونكمل ايه؟ الموضوع. وخلي بالنا برضو من حادثه محاصره اسماعيليه. محاصره اسماعيليه، محاصره اسكندريه، محاصره نابليون لعكا. موضوع الحصار ده نخلي بالنا منه، الحصار ده مهم. تاني، محاصرة انجلترا المبنى محافظة الاسماعيلية، محاصرة انجلترا للاسكندرية اثناء عرابي، المذكرة المشتركة التانية، وبعد كده ايه؟ ضرب الاسطول الانجليز ومحاصرة المدينة، محاصرة عكا لنابليون. فنخلي بالنا من اوجه الشبه والاختلاف من ايه انواع الحصار ده، ودي كلها حاجات بسيطة وسهلة ما فيهاش مشاكل ولا حاجة. طيب، حريق القاهرة تعتبر من الحوادث الإجرامية الكبيرة التي ارتكبها الإنجليز، وما اللي عملها الإنجليز في حق البلد. طيب، حريق القاهرة هنا تعتبر استمرار لقوات أكتوبر. هكتب معاكم سؤال مهم جدا، أي صحة أو خطأ العبارة الآتية تاريخيا؟ هو السؤال سهل، الطالب كان بيغلط فيه زمان، أي مكان الكتاب كله مقرر علينا وحرب أكتوبر مقررة. هنا حرب أكتوبر مش مقررة عليا، هنشوف هتغلط ولا لا. لما نقول هنا تاني، كانت قرارات أكتوبر 1951 في صالح القضية المصرية. خلي بالنا من السؤال كده، كانت قرارات أكتوبر 1951 في صالح القضية المصرية. لو حد عايز يشترك معانا، حد عايز يتصل منكم ويجاوب، احنا في انتظاركم اهو، ونعمل مداخلة زي الأسبوع اللي فات. هنسيب السؤال شوية لو حد اتصل، وبعدين نكمل معاكم. هنبدأ نتكلم على ثورة 23 يوليو. طبعا ثورة 23 يوليو نقدر نقول حقيقة أنها أم الثورات في العالم الثالث. بالفعل الثورة التي قام بها الجيش المصري والضباط الأحرار في هذه الفترة أم الثورات في العالم الثالث، بالرغم أنها واجهت العديد من المشاكل والعديد من الصعوبات في أدمغة جامدة وأفئدة يعتبر موطورة وحاقدة على نجاح مصر في هذه الفترة، إلا أن الثورة والضباط الأحرار والجيش المصري استطاع أن يتخطى كل هذه الصعاب ويكمل ثورته ويلغي الحكم الملكي الذي استمر في مصر تأثيرا للأسرة العلوية 147 سنة. هنبدأ نتكلم مع الأستاذ إسلام عن العوامل الرئيسية لثورة يوليو وارجع أحللها معكم. اتفضل. بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو 1952، ده أول سؤال يقابلنا في الثورة بدايته. تمام. استمرار الاحتلال البريطاني لمصر، الهزيمة في حرب فلسطين عام 48 وقضية الأسلحة الفاسدة، سوء الوضع السياسي في مصر أواخر العهد الملكي. ونخلي بالنا أن النقطة دي ممكن يجي فيها سؤال، بنتفسر بلغ العهد الملكي أقصى درجات الفساد في أواخره، يعني النقطة دي مرتبطة بسؤال تاني زي ما قلنا طبعا ان الاسئله الكبيره دي بتتكسر وبتيجي في الامتحان. في ثلاث نقط، ذل وبطش الانجليز، انحلال وديكتاتوريه الملك، وفساد الاحزاب السياسيه. دي كده رابع نقطه. خمسه، سوء توزيع وملكيه الاراضي الزراعيه. وبرضو النقطه دي فيها توضيح ان الفلاح اصبح يعمل كمستاجر بلا اي حقوق وضاعت حقوقه كامله. سادس نقطه، طبعا ضياع حقوق العمال. دي كده يا استاذ احمد النقط بتاعه اسباب الثوره، وطبعا النقطتين اللي هو سوء توزيع الملكيه والعمال ممكن نقول ان هم احوال اجتماعيه. اما ليه بس معايا كده سؤالين قبل ما نطلع وناخد ايه فيديو عن بيان الثوره. لما نيجي نقول ايد صحه او خطا العباره، طبعا دول خمس اسباب يا اولاد، الخمس اسباب لوجوههم في الامتحان، بتكتبهم بالطريقه اللي انت شفتها على الايه على الشاشه دلوقتي من غير شرح، اللي هي تحرير البلاد، حرب 48، الوضع السياسي، حاشيه الملك او صفقه الاسلحه، ثم الوضع الاجتماعي. طيب لو جاني بقى كل واحده لها سؤال، يعني الاول هنا نقول حدد ايه صحه او خطا العباره تاريخيا، كان تحرير البلاد من الاستعمار الهدف الاساسي الذي ارتكزت عليه
الهدف الأساسي الذي ارتكزت عليه أفكار الضباط. أفكار الضباط. اتنين، ما العلاقة بين حرب فلسطين، حرب فلسطين وثورة يوليو؟ وثورة يوليو خلي بالك عشان دي فيها مشكلة كبيرة، ده أصعب سؤال عندي. السؤال الثالث، وضح تدهور الوضع السياسي في العهد الأخير من الحكم الملكي. تدهور الوضع السياسي في العهد الأخير من الحكم الايه؟ الملكي. سؤال خمسة أربعة، ده برضو بقى بسيط. سؤال خمسة، وضح العلاقة بين الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاجتماعية وثورة الجيش، وثورة الجيش 23 يوليو 1952. نطلع معاكم لفيديو نشوف فيه بيان الثورة ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. طيب معلش بس ايه، عندنا بنجهز الفيديو هنرجع لكم مرة تانية ان شاء الله، او لو في حد عايز يتصل بالنسبة للأسئلة اللي احنا طرحناها دلوقتي احنا معاكم. هنشوف معانا كده الأسئلة تانية يا استاذ اسلام. ماشي، هنسيب السؤال بتاع الطلبة الزحمة. سيبنا السؤال. أيد بالأدلة صحة او خطأ العبارة كان تحرير البلاد من الاستعمار الهدف الأساسي الذي ارتكزت عليه أفكار الضباط؟ تمام زحمة شغالين؟ اتفضل. تمام. طيب طبعا الجيش اعتبر ان التخلص من الاستعمار مرتبط كمان باعوانه اللي هو الملك وحاشيته، عشان كده الثوره لما قامت كان هدفها التخلص من الاستعمار واعوانه، الاستعمار اللي هو الانجليز واعوانه اللي هو الملك وحاشيته. طيب لما نيجي نقول برضه السؤال تاني معايا، كان تحرير البلاد من الاستعمار الهدف الاساسي الذي ارتكزت عليه افكار الضباط؟ العبارة هنا صح ولا غلط؟ لما اقول لك ما مصداقية العبارة او ما تقييمك لمصداقية العبارة او ما صحة او خطأ العبارة، انت شايفين العبارة هنا ايه؟ العبارة هنا صح. طيب العبارة هنا صح، طب صح ليه؟ ها يعني انا قلت برضو اشتركوا معايا في التليفون النهاردة عشان احنا عندنا هنا حتة برضو مهمة ويعني فيها اسئلة برضو قوية. تحرير البلاد من الاستعمار كان هدف الضباط الذي ارتكزت عليه، تقول العبارة صح. صح، ده هدف اساسي وعامل معاهم قام الثورة، طب صح ليه؟ هترجع بقى تاني عندي ورا تقول لأن معاهدة 36 لم تؤدي إلى استقلال حقيقي للبلاد. ما هي معاهدة 36 ما عملتش استقلال، ما احنا مشينا ورا انجلترا في 36 ومشينا ورا النحاس وحزب الوفد وعملنا المعاهدة واشتركنا في الحرب العالمية والجيش المصري اشترك بنفسه وفقد عدد كبير من عناصره. طب ايه النتيجة؟ خسرنا. طب ايه المعاهدة؟ اتلغت. طب ايه التنفيذ؟ تراخت انجلترا وتراجعت عن قرارها بإلغاء التحفظات الأربعة. طب الحل نعمل ثورة، ليه؟ نحرر البلاد. دايما عند الاسباب بتتحط بالاولوية، الهدف الاساسي عند التحرير، كل اللي تحت الخمسة لا، انا خرج انجلترا الاول دي اهم حاجة وبعدها حقق الاربعة التانيين. طب انجلترا ما خرجتش ولا اي حاجة من دول هتحصل. فبنقول تحرير البلاد من الاستعمار كان الهدف الذي ارتكزت عليها افكار الضباط، العبارة صحيحة نظرا لان معاهدة 36 لم تؤدي لاستقلال حقيقي، بل ظل الجيش الانجليزي مرابطا على الارض المصرية متحديا كرامة المصريين. نطلع معاكم ونشوف بيان الثورة ونرجع لكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم بعد الفاصل. طبعا شفنا بيان الثورة وشفنا ازاي الجيش قدر يسيطر على الموقف بسهولة وبذكاء في هذه الفترة. زي ما شفنا بيان الثورة اجتازت مصر فترة عصيبة من تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وكان لكل ذلك تأثيره الكبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون على زمتنا في حرب فلسطين. أما فترة ما بعد الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتولى أمر الجيش إما خائن أو جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها، وعلى هذا فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رجالا نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. عاشت مصر حرة مستقلة من أنبل وأعظم الثورات التي أثرت في تاريخ الشعوب ليس في تاريخ مصر، ثورة 23 يوليو. الجميع وكل المؤرخين المعاصرين والمحدثين يؤكدون أنها أم الثورات في العالم الثالث.
نرجع معاكم مع الاستاذ اسلام ونشوف الاسئله اللي احنا مليناها على عوامل قيام الثوره. اتفضل. ما العلاقه بين حرب فلسطين وثوره يوليو 52؟ طبعا احنا حاطين اجابتها على الشاشه يا استاذ احمد. اتفضل. ان طبعا العلاقه ان هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين كشفت فضائح النظام الملكي. كشفت فضائح النظام الملكي، وده ادى الى خلق رابطه فكريه مشتركه بين عدد كبير من الضباط الوطنيين من اتجاهات سياسيه مختلفه. اه طب معلش بس، هو الاستاذ اسلام بدل سؤال مكان سؤال. السؤال بتاعنا احنا العلاقه بين حرب فلسطين وثوره يوليو، فيها اختلاف ما بين العلاقه بين حرب فلسطين وظهور التنظيم. الله يخليكم، ركزوا قوي، فيها لخبطه. ايه فيها لخبطه جامده. في فرق بين حرب فلسطين وقيام الثوره وحرب فلسطين والتنظيم. ازاي يا استاذ؟ ما الاثنين واحد. لا الاثنين مش واحد، وانا وضحت لكم الكلام ده قبل كده في الحلقات اللي فاتت. لما حرب فلسطين وقيام ثوره يوليو دول من اكبر العوامل التي اثرت في نفوس الضباط، حيث كشفت مدى الجرم الذي ارتكبه الملك والنظام الحاكم في حق الجيش والشعب في دخول الجيش دون ادنى استعداد او تدريب او اسلحه او ذخائر او معدات كافيه ليلقى هزيمه شائنه امام اليهود. ركز معايا، دي عامل من عوامل قيام الثوره وهي حرب فلسطين. طيب احنا كنا جايبينه هنا دليل على صحه العباره استاذ احمد، اثارت الهزيمه في حرب فلسطين السخط والغضب في نفوس الضباط المصريين ضد النظام الملكي. تمام، كنا حاطين هنا دليل بالادله. السؤال الثاني بقى اللي هو قاله الاستاذ اسلام، ما العلاقه بين حرب فلسطين وظهور التنظيم؟ ركز معايا، حرب فلسطين يعني انا هشرحها بسهوله كده عشان تعرف ان في اختلاف بين الاثنين. انت قبل حرب فلسطين في اختلاف في اتجاهات الجيش تجاه الملك. لو سالت اي حد قبل الحرب انت بتحب الملك يقول لك بحب، واحد تاني بكره، واحد تاني بحب، يعني في اتجاهات فكريه مختلفه، في تأييد وفي معارضه للملك قبل الحرب. جميل، دخلنا الحرب، انكشفت فضائح النظام الملكي، اللي راح مات واللي ما ماتش شاف الموت، واللي ما راحش زمايله راحوا حصل لهم اللي حصل. اذا الحرب هنا هتخلق رابطه فكريه، دي حاجه بقى جديده خالص اهي. الحرب هتخلق رابطه فكريه بين الضباط الشبان من اتجاهات سياسيه مختلفه، تلقى الرابطه الفكريه التي بنى عليها عبد الناصر تنظيمه من الضباط الاحرار. رجعنا من الحرب، بدانا نسال الضباط بتحبوا الملك ولا بتكرهوه؟ لا ده الملك وحش، الملك تآمر على الجيش، الملك تآمر مع الحاشيه، الملك تآمر على ايه؟ القضاء على الجيش المصري. اذا الكل كره الملك بعد الحرب مش قبل الحرب. اذا الحرب هنا خلقت رابطه فكريه بين الضباط الشبان من اتجاهات سياسيه مختلفه، تلقى الرابطه التي بنى عليها البيك باشا عبد الناصر تنظيمه من الضباط او من الطليعه الواعيه داخل الجيش، وقال ان الخطوره ليست في الاستعمار وشراعه او حروبه وشراعه واسلحته، ولكن الخطوره في عملاء الاستعمار التي ارتبطت بمصالحهم وعلى راسهم مين؟ الملك. اذا في عندي فرق بين السؤالين. الله يخليكم، ركزوا في الفرق، ما العلاقة بين ثورة يوليو وحرب فلسطين؟ تقول لي العامل الثاني من عوامل قيام الثورة. ما العلاقة بين حرب فلسطين وتنظيم الضباط؟ نتكلم على المؤثرات السياسية التي أدت إلى ظهور التنظيم بشكل سري. السؤال اللي بعده يا رئيس. وضح تدور الوضع السياسي في العهد الأخير من الحكم الملكي. قلناها ثلاث حاجات. أول حاجة ذل وبطش الإنجليز، انحلال ودكتاتورة الملك، وفساد الأحزاب السياسية. تمام. اللي اتسرقت على الحكم. فبقت التجربه الليبراليه بالايه؟ بالفشل. وضح العلاقه بين الاوضاع الاجتماعيه وثوره الجيش في 23 يوليو 1952. الاوضاع الاجتماعيه هنا بنتكلم في حقوق العمال، وبنتكلم في ضياع حقوق الفلاحين، ان الارض اتوزعت على المقربين للملك، فاصبح الفلاح بيعمل كمستاجر في الارض بلا اي حقوق وعانى من الفقر الشديد. تمام. والعمال لم يكن هناك اي نظام يحميهم. ما فيش عندي لا معاشات ولا تأمينات إلا هتصدر بعد كده في الثورة. تمام، هنكتب سؤال برضه علاقه بعد إذنك. هناخد معانا سؤال علاقه ونركز الله يخليكم في عامل الثورة. عامل الثورة سهلة وبسيطة، بس برضه لو حصل فيها لف تحصل فيها لخبطة فنخلي بالنا. ما العلاقة بين، أنا حدد مصداقية العبارة. حدد مصداقية العبارة. حدد مصداقية العبارة. نقدر بس الورق. حدد مصداقية العبارة. كان هناك علاقة. كان هناك علاقة بين محمد علي وقيام ثورة يوليو. ادينا قلنا السؤال اهو عشان ناس كده بتتكلم في السؤال ده.
كنا قلنا الحصه اللي فاتت دي. اتفضل يا ريس. العلاقه بنتكلم فيه اول حاجه ان اللي عمل الثوره الضباط المصريين اللي اول من جندهم محمد علي. تاني حاجه الثوره قضت على الاقطاع اللي كان ظهر في بدايته في عهد محمد علي لما وزع الاراضي على بعض الاشخاص. من امثلتهم طبعا كان زعماء البدو اللي اخذوا الاراضي الكبيره. تمام. وده اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت يا استاذ احمد. تمام. السؤال ده. هنضيف لها برضه نقطة ثالثة، احنا قلنا محمد علي هو أسس أو أول من أسس الحكم الفردي الديكتاتوري في مصر استمرارا للأسرة العلوية حتى العهد الأخير من الحكم الملكي، واحنا اللي قلناه سوء الوضع السياسي في العهد الأخير حيث كانت البلاد ترزح تحت بطش وذل الاحتلال وديكتاتورية الملك وانحلال نظام الحكم وفساد الأحزاب السياسية وبقت التجربة الليبرالية بالفشل. إذا عندي هنا ثلاث أسباب، محمد علي أول من أسس الحكم الديكتاتوري الظالم، محمد علي أول من أسس الجيش الذي من رحمه وخرج تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، محمد علي أول من أوجد ظاهرة الإقطاع بالتغيرات الاجتماعية وظهور طبقة الملاك من الأعيان. تمام يا ريس. اتفضل. طب كده خلاص يا أحمد الأسئلة. اتفضل. هنا يا أحمد لا أخد بس رأيك في حاجة. هنا مثلا هل ممكن نقول من ضمن العلاقة إن ثورة يوليو أدت مثلا لإبعاد الملك فاروق اللي هو آخر أسرة محمد علي؟ ده دي مش علاقه، دي نتيجه. دي نتيجه لثوره يوليو. اتفضل حضرتك اعرف بقى تنظيم الضباط الاحرار وظهوره. تنظيم الضباط الاحرار، هنتكلم عن ظهور تنظيم الضباط الاحرار. اتفضل. طبعا اول حاجه ادت لظهور الضباط الاحرار هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين، دي زي ما حضرتك قلت ادت بقى لخلق الرابطه الفكريه. لكن قبلها طبعا عندنا حادث 4 فبراير 42. تمام. ف لو كاتبوا على الورق عادي عرضوا على الورق. لا موجود هذا. طب اتفضل. تبقى ظهور تنظيم الضباط الاحرار، ظهر التنظيم بشكل سري 1949 بشكل سري. بعد العوده من حرب فلسطين. ليه ظهر التنظيم بشكل سري؟ ده سؤال لوحده. نقول لان قوانين الجيش تمنع افراده العمل السياسي وحتى لا يقع اعضاء التنظيم تحت طائله القانون. ده سؤال السريه، خليك معايا، ده سؤال السريه لوحده. تاني لو قلت ظهر التنظيم بشكل سري او اختيار الشكل السري لظهور التنظيم عقب عوده الجيش من فلسطين 49 نظرا لان قوانين الجيش تمنع افراده العمل السياسي وحتى لا يقع تحت طائله القانون. هنبدا نشوف المؤثرات السياسيه مع الاستاذ اسلام التي ادت الى ظهور التنظيم. اتفضل. زي ما قلنا كده يا استاذ احمد، يبقى عندنا هنا مارس الضباط الاحرار العمل السياسي سرا قبل الثوره، قلنا حتى لا يقعوا تحت طائله القانون اللي كان بيمنعهم من العمل السياسي. تاني حاجه اتجاه ضباط الجيش المصري خاصة الشبان للعمل السياسي منذ أربعينيات القرن العشرين، عندي حاجتين، عندي حادث 4 فبراير 1942 وبحيث شعر الضباط بإهانة كرامتهم فتم عقد عدة جلسات في نادي الضباط في الزمالك لبحث الموقف، وهزيمة حرب فلسطين 1948 أدى لإنكشاف فضائح النظام الملكي مما أدى إلى خلق رابطة فكرية مشتركة بين عدد كبير من الضباط الوطنيين من اتجاهات سياسية مختلفة. طبعا هنا زي ما وضحنا ما العلاقة بين هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين وتنظيم الضباط الأحرار، ده حضرتك جاوبته يا استاذ احمد. تمام اتفضل. وهنا برضو دلل على صحة هذه العبارة، أثارت الهزيمة في حرب فلسطين السخط والغضب في نفوس الضباط المصريين ضد النظام الملكي، لان طبعا هم ادركوا مدى الجرم. ده عامل من عمر قيام الثوره ده اللي قلناه في الاول. ندخل بقى دلوقتي يا استاذ احمد على انتخابات نادي الضباط. اتفضل. طبعا ده كان اول صدام حقيقي ما بين تنظيم الضباط الاحرار وما بين الملك. في نادي اسمه نادي الضباط ده في الزمالك، النادي دوت الملك اختار سلاح حرس الحدود واللواء حسين سري بان هو يكون رئيس على هذا النادي. وكان من المعتاد ان اختيار الملك طبعا هيلاقي 100% من الضباط بيختاروا الراجل اللي هو قال عليه كان الولاء والانتماء. فقرر جمال عبد الناصر ان هم يدخلوا في هذا الانتخابات او في هذه الانتخابات ضد قائمه الملك. طبعا تم اسناد تنظيم الضباط الاحرار القائمه في الانتخابات دي الى اللواء محمد نجيب. وهنا في سبب، ان محمد نجيب اساسا كان هو اللواء اللي ماسك سلاح حرس الحدود. الملك شاله وعين مكانه حسين سري وولى محمد نجيب سلاح المشاة. ومن هنا كان محمد نجيب دخل على رأس ايه الانتخابات تنظيم الضباط الأحرار في هذه الانتخابات. طبعا في حتة هنا
صغيره كده ظهرت ما حدش ياخد باله منها من الطلبه، ان جمال عبد الناصر ازاي عرض على الضباط القايمه دي في دار السلم في العباسيه. لان الفتره دي كانت في نهايه ديسمبر 51 وبدايه يناير 52 اللي هي الفتره بتاعت نهايه السنه، كان بيعمل جلسات معاهم وعرض عليهم الامر. وتفاجئ الملك طبعا في الانتخابات بفوز سلاح اللواء الضباط الاحرار وفوز اللواء محمد نجيب، وده كان اول انتصار بيحققه الضباط الاحرار. عندي بعد كده اجتماع يونيا 52 معلش هو مكتوب 54 و52 معلش هو 52 مشاكل. عادي الاجتماع بتاع يونيا 52 بيعد اخطر اجتماع عسكري منذ ايام الثوره العربيه، وطبعا ساعات بيتربط بقارن ما بين الثوره العربيه وهذا الاجتماع. الاجتماع ده الملك نزل بنفسه لحديقه النادي، كان في اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه للضباط، نزل الملك بنفسه وطلب منهم ان يبقى في ضابط من سلاح حرس الحدود يكون معاهم في مجلس الاداره، ولكن رفض المجلس او الضباط بالاجماع طلب الملك. وطبعا دي حاجه جديده انك ترفض طلب الملك اللي بيعرض قدام حضرتك كضباط مثلا وترفضه، ده ادى لثلاث حاجات. السؤال ده مهم جدا. اتفضل. اول حاجه فقد الملك السيطره على الجيش، نزع الجيش ولاءه للملك، خرجت الثوره من حيز السريه الى حيز العلنيه. ثلاث نقط مهمين جدا جدا، وبيجي هنا اكتر من سؤال على الجزئيه دي. اتفضل. تحديد الضباط الاحرار عام 1955 موعدا لقيام الثوره. طبعا جمال عبد الناصر بدأ التنظيم زي ما الاستاذ احمد وضح عام 49، وقال انا محتاج 6 سنين اسيطر فيهم على الوحدات العسكريه عشان اقدر اعمل الثوره. طيب ليه؟ لان عندي في الجيش اجهزه امن متعدده، عندي مخابرات حربيه، وعندي بوليس سياسي، وعندي اجهزه امن خاصه بالملك، وعندي اجهزه مخابرات بريطانيه وامريكيه لم تكف عن البحث عن الضباط الاحرار. فكان لازم يكون التنظيم بهدوء جدا عشان ما يتعرضوش لعقاب من الملك. تمام. هنقول بس عندنا سؤالين قبل ما نطلع الفيلم التسجيل عندنا. بما تفسر عدم اجتماع ضباط الجيش، عدم اجتماع ضباط الجيش المصري منذ الثورة العربية وحتى 16 يونيو 1952. سؤال تاني، ما مصداقية العبارة او صحة او خطأ العبارة تاريخيا زي ما احنا متعودين على كل الصيغ بتاعتها؟ كان الملك عامل مساعد لنجاح تنظيم الضباط الاحرار. نرفع الورق اللي فوق شوية. الملك كان عامل مساعد لنجاح تنظيم الضباط الاحرار في الفوز بانتخابات النادي. هنطلع يا اولاد فاصل نشوف فيه مجمل كده. استاذ ايمان علي تعبت معانا جدا النهارده وجهزت لنا ماده في المية كتيره، بس احنا الوقت خدنا في الاسئله ما قدرناش نجيب الماده في المية كلها، فهنطلع معاكم فاصل نشوف الفيلم اللي الاستاذه عدته ونرجع لكم مره تانية، فانتظرونا. الجيش والشعب ايد واحده، وتولى امرنا داخل الجيش رجالا نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ارست ثوره 23 يوليو مبادئ الايه؟ الولاء والوطنيه داخل الجيش. ليتولى امر مصر داخل الجيش رجالا يثق الجميع فيهم، ومصر كلها بالفعل في ثوره يوليو تلقت هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. اهلا بكم من جديد بعد الفاصل، وبنشكر الاستاذ المخرج ايمان علي على المجهود الكبير اللي عملته معانا النهارده. انا كان نفسي من زمان بجد والله اشوف فيلم تسجيل عن ثوره يوليو. طيب هنرجع للاسئله بتاعتنا يا استاذ اسلام. طبعا نشوف مع بعض برضو قبل ما نبدا يا اولاد. التليفون شغال معانا على مدى الساعه دي، معلش احنا كان بس عندنا مشكله في الصوت بنعتذر لكم. هنبدا دلوقتي نفتح التليفون، لو حد عنده اي اسئله من الحلقات اللي فاتت عنده اسئله النهارده يتفضل معانا. هنسيب السؤالين دول، لو في اي مداخله حد يتفضل يجاوب معانا. في عندنا كده 3 اسئله دلوقتي مستنيين منكم مداخله للاجابه او لطرح اسئله. بكام يا استاذ اسلام احنا وقفنا لحد فين؟ وقفنا عند تحديد الموعد 1955. اتفضل كمل. دلوقتي جاب بعد كده القياده العامه للتنظيم وقدمت موعد الثوره. ده سؤال، بما تفسر تفكير قياده تنظيم الضباط الاحرار في التعجيل بالثوره
قبل الموعد المحدد. طبعا بسبب حالة الفوضى اللي أعقبت حريق القاهرة يوم 26 يناير 52 اللي اتكلمنا عليها من شوية، وقام الملك فاروق بتشكيل أربع وزارات متتالية دون انتخابات ودون أن يكون لهم أي انتماء حزبي. قرار محل مجلس إدارة نادي الضباط اللي تم انتخاب طبعا اللواء محمد نجيب، حيث بادرت لجنة الضباط بقيادة جمال عبد الناصر بعقد ثلاثة اجتماعات متتالية لبحث الموقف، خاصة مع تعيين إسماعيل بيك شيرين وزير الحربية. وطبعا ده تم ربطه بداود باشا ياكن من سنتين في الامتحان، القارن بين داود باشا ياكن واسماعيل بيك شيرين. السؤال ده زمان كان جه من سنتين في الامتحان، امتحان 17، سياسه اسماعيل بيك شيرين تجاه الاحرار وداود باشا ياكن تجاه العربيين. ده كده اللي هو اسباب تقديم موعد الثوره. بعدها بيان الثوره، الثوره بقى. طيب قبل ما نتكلم طبعا على بيان الثوره، ركز بقى معايا. حدد تنظيم الضباط الأحرار ست سنوات منذ بدايته على قائمة الثورة، وده وضحه الأستاذ، حتى يستطيع نشر أفكار التنظيم داخل كل وحدات الجيش وفروع. التنظيم كان سري، إذا حركة التنظيم هتكون بطيئة. طب ما دام بطيئة هندي مدة أطول لنشر مبادئ وأفكار التنظيم، تبقى دي الإجابة الأولانية. بس ليه التنظيم قال 55 حتى يستطيع نشر أفكار التنظيم داخل كل وحدات وفروع الجيش؟ طيب تبقى الميعاد الاول 55، كده خدنا ميعاد وركز عليه. طب لما نقول فسر، قامت الثوره مبكره عن ميعادها بثلاث سنوات، الثوره قامت مبكره ثلاث سنين لانها قامت 52. ليه الثوره قامت 52؟ احسب بقى معايا. نظرا لتعدد اجهزه الامن الخاصه بالملك، المخابرات الحربيه، البوليس السياسي، المخابرات الانجليزيه، المخابرات الامريكيه، اذا حركه التنظيم اصبحت مرصوده. ده لدرجة انهم اكتشفوا 12 اسم من اسماء لجنة القيادة. طب ده السبب الاولاني، ان في هيئة كبيرة من اجهزة الامن اللي رصدت التنظيم، فلازم نعمل الثورة يتقبض علينا. لو اتقبض علينا ممكن نموت، لو عملنا الثورة يا نموت يا ننجح، في احتمالين، فنعمل الثورة. قرروا قيام الثورة 14 نوفمبر، ركز بقى في التاريخ كويس، 14 نوفمبر 1952. هنكتب المواعيد كده معانا يا استاذ اسلام. اول ميعاد 1955، الميعاد الثاني 14 نوفمبر 1952، نظرا لحريق القاهره وحاله الفوضى التي اعقبت حريق القاهره. الدنيا فوضى، اربع وزارات مستقله غير منتميه الى احزاب، غير مدركين ماذا يحدث في الدوله، سهل نعمل ثوره. طب 14 نوفمبر، طب وبعديها يا استاذ نقدر نقول كده احنا خلصنا؟ خلاص، عجل الملك بإشعال المعركة بينه وبين الضباط، ده سؤال تاني هكمل فيه المواعيد. طب الملك عجل بإشعال المعركة بينه وبين الضباط ازاي؟ كان قرار حل مجلس إدارة النادي وعزل اللواء محمد نجيب سببا في اجتماع الضباط ثلاثة اجتماعات متتالية لتحديد موعد قيام الثورة. يعني مجلس النادي اتحل مرتين، المرة الأولى اللي استغلها عبد الناصر، والمرة الثانية اللي أغضبت عبد الناصر والتنظيم للضباط الأحرار. نعمل الثورة إمتى؟ الميعاد الثالث 22 يوليو. فقرر التنظيم تبكير ميعاد الثورة، كلها بنبكر أهو، من 55 لنوفمبر 52 تبكير. طب من نوفمبر شهر 11 ليوليو شهر 7 في تبكير. طب وبعد كده بنقول قرر عبد الناصر تبكير ميعاد الثورة 22 يوليو للإطاحة بوزارة الهلالي، بوزارة الهلالي قبل أداء الهلال اليمين الدستورية، حيث كان الغرض من تعيين إسماعيل بيك شيرين وزيرا للحربية في وزارة الهلالي التنكيل بالضباط الأحرار من خلال الطرد أو الاعتقال أو التشريد. طب الزعيم عبد الناصر قال لازم نعمل الثورة 22 يوليو، ده اليوم اللي الهلالي مسك فيه الوزارة. وزارة الهلالي هتحلف اليمين الدستورية بإيه؟ يوم 22 معها اسماعيل شيرين للإطاحة بالضباط، لازم نعمل الثورة للإطاحة بالوزارة واسماعيل بيك شيرين. فلما تعذر ذلك اليوم، طبعا الدنيا كلها صاحية، الدولة في حالة انتباه سياسي، كل واحد قاعد في مكتبه مستني يجيله تليفون يكون وزير، فحصل عندي هنا يعتبر تعجيز لقيام الثورة، فقرر عبد الناصر تأجيل. تبقى في عندي ثلاث مواعيد، تبكير ومعاد تأجيل، هنأجل الثورة ل 23 يوليو، لتقم الثورة في 23 يوليو الساعة الواحدة من صباح 23 يوليو. كده كم ميعاد عندي؟ أربع مواعيد. نقطع عليهم كده ونشوفهم. أربع مواعيد.
قاعد نشوف كده مع بعض ونعدل الورق، نقطع عليه بس ونشوف. اعدل الورق يا استاذ اسلام. ثلاث اربع مواعيد. اربع مواعيد. اعدل اربع مواعيد عندي 55 اول موعد 55 وبعديها 22 يوليو وبعديها 23 يوليو. نخلي بالنا الله يخليكم من مواعيد الثوره، كل ميعاد من دول ليه سؤال، ونخلي بالنا من 22 يوليو لو قلنا هنا فسر تعجيل الملك باشعال المعركه. ممكن نكتب السؤال ده يا ريس بعد اذنك؟ بما تفسر. نشيل الورقه دي خالص ونكتب ورقه ثانيه. بما تفسر تعجيل الملك باشعال المعركه بينه وبين الضباط الاحرار. سؤال تاني برضو في التفسير. كان قرار لجنة قيادة الثورة بتعجيل الثورة الى 22 يوليو. نخلي بالنا الله يخليكم الاسئلة دي يا اولاد، الاسئلة دي مهمة، الاسئلة دي مهمة 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 مهمة. تبقى عند الثورة ليه قالوا 55؟ ليه تم تعجيلها في نوفمبر 52؟ ليه تم تعجيلها في 22 يوليو 52؟ اتأخرت 23، ده كلمة واحدة تعذر ذلك اليوم اللي هو 22 في عامة الثورة كام؟ 23. هنقول عندي هنا برضو ما النتائج المترتبة، ما النتائج المترتبة على إعلان بيان الثورة صباح 23 يوليو. ايه نتيجة اعلان بيان الثورة صباح 23 يوليو؟ اتفضل يا رئيس. التأييد الشعبي والتأييد العسكري من كل الوحدات العسكرية للبيان منذ اللحظة الأولى. ولدرجة ان نزل اللواء محمد نجيب ونزل جمال عبد الناصر، ركبوا عربية مكشوفة، قدروا ان هم يلفوا كل شوارع مصر وسط التهاني والافراح من المجتمع كاملا، وتغيير قيادات في الجيش. بدأوا يشيلوا القيادات القديمة وبدأوا يعينوا ضباط من الشبان اللي انتموا للتنظيم. تمام. طب دلوقتي عندي لما اجي اتكلم بالنسبة لأثر بيان الثورة هكتب عندي اربع عناصر. بالنسبة للجيش، صارعت كل وحدات الجيش خارج القاهرة بالانضمام للثورة. 2، قام الضباط الشبان المنتمون للثورة بتولي المناصب القيادية بعد ان نحوا القادة الكبار القدامى. ده بالنسبة لألف الجيش. 2، بالنسبة للواء محمد نجيب زي ما قال الأستاذ إسلام، خرج على ظهر عربة مكشوفة يجوب شوارع القاهرة مع الزعيم عبد الناصر، تحيط به الدراجات النارية ويحيط به الشعب ويهتف له الجماهير. بالنسبة دي 2. 3، بالنسبة لدار الإذاعة المصرية، قامت الإذاعة المصرية بإذاعة بيان الثورة على فترات متقطعة، والتفت طوائف الشعب حول أجهزة الراديو لتسمع بيان الثورة في وسط هتاف الجماهير. بالنسبة للشعب، الشعب قابل الثورة بالابتهاج والترحيب، وخرجت جموع الشعب تبارك ثورة يوليو. إذا لما أجي أتكلم معاك وأقول لك ما نتيجة بيان الثورة، تقسمها لي كده: بالنسبة للجيش، بالنسبة للواء محمد نجيب، بالنسبة للشعب، بالنسبة للإذاعة. معانا تليفون أحمد من أسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم. إزيك يا أبو حميد؟ الحمد لله. محمد من مشعل. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير تمام. اتفضل. في سؤال في الفصل الثالث. لما يقول ماذا يحدث اذا لم ينسق مستوى كامل الحركات الوطنيه مع السلطان العثماني؟ ماذا يحدث اذا لم ينسق مصطفى كامل حركاته الوطنيه مع السلطان العثماني؟ تمام. ده ابان في الفصل، ابان في الفصل الثالث بس انا بذاكر. ايه؟ ده وقف قدام. ابان في الفصل الثالث انا بذاكر. طيب ماشي. وفي سؤال تاني برضه: ما النتائج المترتبة على هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟ هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟ تمام. ده اتلغى ده. ده في الفصل السادس. بس بالنسبة ما شاء الله كنت عامل عملية وكده وقتها، أنا ما متابعتش قوي. ألف سلامة عليك، ده في السادس. إنما في عندنا سؤال بيقول لك: ما نتيجة هزيمة فرنسا مثلا إزاء تونس؟ إزاء تونس؟ ما ينفعش أقول لا، ما ينفعش عند ألمانيا. إزاء تونس. أنت فاهمني؟ والسؤال ده على فكرة مهم اللي هو أنا أقوله لك ده: ما نتيجة هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية أمام تونس؟ أمام تونس؟ ده سؤال مهم على فكرة. تونس اللي هزمتها. تمام ماشي. أنت فهمتني؟ تمام ماشي.
هزيمه فرنسا في بدايه الحرب امام تونس لتونس موقفها التونسيه موقفها ايه التونسية. في تونس لما اتهزمت فرنسا في البدايه، عارف كفاح الشعب في تونس؟ كفاح الشعب في تونس مع الدول الاوروبيه. ذاكروا كويس، ذاكروا كويس ده السنه دي. تمام ماشي. طب السؤال ده يا ابو حميد اتفضل يا استاذ اسلام. ماذا يحدث اذا لم ينسق مصطفى كامل الحركه الوطنيه مع السلطان العثماني؟ لم يعرض على السلطان العثماني ان يسحب القوات التركيه من اليونان لصالح انجلترا على ان تترك انجلترا حكمها لمصر. ما كانش هيعرض العرض ده. تمام. تاني حاجه برضو ممكن ندخل فيها جريده العالم الاسلامي. تمام. لم يصدر مصطفى كامل في 1905 جريدة العالم الإسلامي الجريدة الأسبوعية اللي كان بيطالب فيها بالارتباط بنظرية الجامعة الإسلامية. تمام. كان هيبقى مضطر إنه يصدر جريدة زي دي. تمام. طيب بص زي ما قال الأستاذ إسلام كده حمادة، هتكتب النقطتين دول وتيجي ضايف بقى النقطة الإيه الأكثر أهمية. لطالبت الحركة الوطنية في مصر قبل الحرب العالمية الأولى بالاستقلال عن الدولة العثمانية. تمام. أنت فاكر أنت لما قلنا إيه؟ مصر طالبت بالتعلق بالدوله العثمانيه قبل الحرب؟ لا خلاص بقى احنا مش عايزين، مش هننسق علاقتنا مع السلطان. تبقى بنقول هنا لم ينسق علاقته مع تركيا بشان جلاء الجيش الايه العثماني على اليونان، لم يصدر جريده العالم الاسلامي، لطالبت مصر باسقاط السياده العثمانيه والانفصال عن السلطان قبل الحرب العالميه الاولى. حاجه ثانيه عندك؟ لا شكرا سيدي. مش عارف تجاوب معانا سؤال ولا ما تعرفش؟ ما اصل ان زي ما بنقول كده والله الفصل الرابع ده ما بداتش فيه خالص. طيب خلاص لما كنت عامل عمليه وكده يعني لسه ما تابعتش. الف سلامه. عامل عمليه ايه يا ابو حميد؟ والله يعني في عينيا كانت في فصل شبكه وكده فيوم سهل. لا يا عم الف سلامه عليك. انت تاجي يا عم بقى بتروح بتخرج تروح الغيط وبتاع وتشتغل. والله انت زي ما بتقول كده صح. طيب احنا كلنا بنشتغل، انا كنت اول واحد بشتغل في الغيط. كلنا صعايد في الاخر. ماشي يا ابو حميد الف سلامه عليك يا حبيبي. الف سلامه عليك. مع السلامه. مع السلامه. ماشي يا ريس، هنبدا نتكلم عندي في انجازات ثوره يوليو ومبادئ الايه الثوره. قبل ما نتكلم على الانجازات في عندي نقطه اللي هي رحيل الملك. هنكتب هنا سؤال مقارنه، قارن بين، خلي بالنا بس من الورق استاذ اسلام، قارن بين اجتماع 13 مايو 1805. ادي الورق استاذ اسلام، الناس هيضربونا بعد كده. 13 مايو 1805 واجتماع مساء 23 يوليو 1952 موضحا الشبه. طبعا الاجتماع ده السؤال ده جه في الامتحان برضه استاذ احمد من سنتين. اجتماع 13 مايو 1805 اجتمع زعماء الشعب قرروا عزل خورشيد باشا توليه محمد علي بشروط العدل والمشروع والمساواه. وطبعا محمد علي استجاب لكن خورشيد اللي ما استجابش. تمام. اجتماع مساء يوم 23 يوليو في كوبري القبة اجتمع زعماء وقيادة الثورة وقرروا عزل الملك فاروق وان احنا نرسل قوة تعزيزات الى الاسكندرية عشان نقدم المذكرة بتاعتنا للملك استعدادا لعزله. تمام. الملك فاروق استجاب للمذكرة ونفذ مطالبها، قدر ان هو اول حاجة يعزل وزارة نجيب الهلالي وتعيين وزارة علي ماهر تنفيذا للمذكرة. وهو تنازل عن العرش لابنه الامير احمد، وبعد كده هو رحل خلال 3 ايام يوم 26 يوليو، وبكده هو نفذ كل المطالب. ماشي يا شكرا. هنا في شبه كبير من الاجتماعين دول وده جاي في الامتحان 2017. خلي بالنا من السؤال ده، خلي بالنا من السؤال ده. معانا دينا من اسيوط. السلام عليكم يا دينا. السلام. ازي حضرتك يا استاذ؟ ازيك يا دينا؟ الحمد لله. تمام. غور حضرتك؟ الحمد لله. انت زعلانه ولا ايه؟ لا والله. ليه يا استاذ؟ عمري انا ما رديت عليك يا دينا وجاوبت لك اللي انت عايزاه. نعم. مش رديت عليك وجاوبت لك اللي انت عايزاه؟ انا ما اتصلتش بحضرتك. امال مين؟ كل اللي بيتصل بيها من اسيوط يقول لي انا دينا. يا دينا لا والله. والله العظيم كل اللي بيتصل بيها من اسيوط يقول لي انا دينا. انا دينا. لا والله يا استاذ انا بتصل بحضرتك على التلفزيون بس. طيب ماشي اتفضلي يا دينا. عايز اجاوب على الاسئله. طيب ارفع لها اسئله يا استاذ اسلام. هتلاقي من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال، بما تفسر تعجيل الملك باشعال المعركه بينه وبين الضباط الاحرار؟ تعجيل الملك، انا عايز اجاوب على السؤال بتاع افسر عدم اجتماع الضباط. ماشي هنجيب لك ده بس ده انت مش عارفاه. تعجيل الملك باشعال المعركه بينه وبين الضباط الاحرار. ها
نقول ليه؟ لان الملك عين وزاره، لحظه واحده بس، لان الملك حل مجلس اداره النادي يا دينا. لان الملك قام بحل مجلس اداره النادي وعين مكانه عملاء السرايا. لا 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 يا دينا، لا يا دينا، احنا بنتكلم في قرار الحل الثاني. نعم؟ لا لا، قرار الحل الثاني مش الاولاني، كان قرار حل مجلس اداره النادي وعزل محمد نجيب سببا في اجتماع الضباط، ثلاث اجتماعات متتاليه. اثنين عبد الناصر قال هنعمل عبد الناصر قال نعمل الثوره 22 يوليو للاطاحه بوزاره الهلال واسماعيل بكشيرين. ايوه. طيب السؤال اللي بعده ايه يا استاذ اسلام؟ كان قرار لجنه قياده الثوره بتعجيل الثوره الى 22 يوليو عام 52. بتعجيل الثوره سنه 1852 952. ليه الجيش عجل الثوره ل 22؟ هي لاسقاط وزاره نجيب الهلالي واسماعيل بكشيرين. الله يفتح عليك. هتلاقي اللي بعد كده يا استاذ اسلام. بما تفسر عدم اجتماع ضباط الجيش منذ الثورة العرابية وحتى 16 يونيو 1952. قام الاحتلال البريطاني في مصر باحتلال مصر 1882 مما ادى الى فقدت مصر استقلالها وتم حل الجيش المصري وتشكيل جيش جديد تحت اشراف انجليزي. الله يفتح عليك يا بنت، ممتازة. اللي بعديه، ما مصداقية العبارة صح وغلط؟ كان الملك عامل مساعد لنجاح تنظيم الضباط الاحرار في الفوز بانتخابات النادي. العبارة صواب، هنقول لأن الملك فاروق عين حسام سري مديرا لسلاح الحدود بعد استبعاد اللي هو محمد نجيب من هذا المنصب ونقله ليشغل منصب مدير سلاح المشاة، مما أدى إلى الاتفاق بين قيادة تنظيم الضباط الأحرار ومحمد نجيب على الترشح واستغلال التنظيم باسمه، فأدى ذلك إلى إعلان نتيجة الانتخابات في الدقائق الأولى سنة 1952 و محمد نجيب فاز بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالأغلبية وقام بتنظيم ضباط الأحرار. برافو عليك. عندك حاجة تانية؟ لا. طب تاخدوا سؤال كمان؟ ماشي. أي صحة أو خطأ العبارة تاريخيا كانت قرارات أكتوبر 51 في صالح القضية المصرية؟ أيوة العبارة صواب. كملي. هنقول العبارة صواب لأنها أدت إلى قيام النحاس بإلغاء معاهدة 1936. زحمة. سمعت لينا؟ اتفضل. كانت قرارات أكتوبر 51 في صالح القضية المصرية، دينا قالت العبارة صح؟ نظرا لأن هنقول لأنها أدت إلى إلغاء معاهدة 1936. لأن هي ألغت معاهدة 36. تمام يا دينا، الله يفتح عليكي. قرار اكتوبر 51 في صالح القضيه لانه الغى المعاهده واطلقوا الحريه وكان تمهيدا لقيام ثوره يوليو. في اسئله ثانيه عند حضرتك؟ لا تمام، كل الاسئله. طيب ماشي يا دينا، متشكره. وعندك اسئله؟ عندي سؤال بس استاذ. اتفضلي يا بنتي. هو في الفرمان اللي حصل عليه اثمان سنه 1866 في نقطه بتقول ان هو ادى حصوله على الفرمان اللي هو الحصول على الرتب المدنيه حتى الرتبه الثانيه، فانا مش فاهمه يعني ايه الرتبه الثانيه دي؟ الرتب المدنيه، الرتب المدنيه حتى الرتبه الثانيه. احنا كان عندنا الجيش معظم ايه القيادات فيه تركيه، صح؟ حكرا على الجيش التركي. وفرمان السلطان او ايه مرسوم ايه الخديوي نفسه كان بيحدد ان تركيا هي مسؤوله عن تنظيم الجيش وتحديد قياداته والرتب العاليه فيه. لما نتكلم عن الرتب المدنيه المقصود بها رتب وزاره الداخليه. رتب الايه وزاره الداخليه اميرالاي، يعني عميد كان مسؤول عنها برضو الترك، اصبح مسؤول عنها وزاره الداخليه هنا في مصر، والخديوي نفسه هو اللي كان بيديها. تمام. في حاجه عندك تانية؟ لا، ربنا يخلي حضرتك. شكرا استاذ خالص على جهود حضرتكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يعني يجازيك خير على اللي حضرتك بتعمل معانا. تحت امرك يا دينا. انت الاسبوع الجاي احنا شغالين برضو ثلاث ساعات ان شاء الله باذن الله. انت سمعت الحلقه من اولها؟ سمعت الحلقه الاولى وسمعت الحلقه الثانيه اللي حضرتك. طيب ان شاء الله الاسبوع اللي جاي برضو يا دينا باذن الله احنا شغالين ثلاث ساعات معاكم، ابقى شوفينا الاسبوع الجاي باذن الله يا بنتي. شكرا يا استاذ. العفو. نكمل الفصل الخامس. مع الف سلامه. طبعا احنا شايفين نماذج اهي بتسمع وتشوف من اخر الدنيا من الصعيد، كنا بنروح لهم طبعا يعني جاوبت اسئله، لا اسئله يعجز عنها الجميع. الحمد لله يعني، حاجه محترمه يعني. طيب تمام، وصلنا هنا لوقت الانجازات ثوره يوليو والمبادئ. مبادئ ثوره يوليو والانجازات. المبادئ اتفضل يا استاذ. مبادئ الثوره نادت بست مبادئ، ولازم تخلي بالك ان هم بالترتيب، لان بيجي في الامتحان كيف تحقق المبدا الثالث، اثبت تحقق المبدا الرابع بالترتيب. عندي اول ثلاثه قضاء، تاني ثلاثة إقامة، القضاء على الاستعمار وأعوان، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الإقطاع. دول القضاء، دول بند أول، تاني تالت. إقامة عدالة اجتماعية ده اسمه البند الرابع، جيش وطني قوي، حياة ديمقراطية سليمة.
مهم جدا الترتيب، لان بيجي فيه سؤال في المبدا الثالث والرابع اهو. طيب مبدا الثالث والرابع على الشاشه مع بعض، اتفضل كمل. ده كده بالنسبه للمبادئ بتاعه الثوره اللي نادت بيها الثوره، ست مبادئ. بعدها عندنا الانجازات يا زحمه، اتفضل. كانت اي بالادله، كان لثوره 23 يوليو 1952 العديد من الانجازات على المستوى السياسي في مصر. سياسيا الثوره قامت بالغاء دستور 23، حل جميع الاحزاب ومصادره الاراضي والاموال لصالح الشعب، الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، وكان اللواء محمد نجيب اول رئيس للجمهوريه، توقيع اتفاق الجلاء مع الانجليز في موعد اقصاه 20 شهر، وتاميم شركه ملاحه قناه السويس. دي اجابه مباشره للسؤال. طيب ممكن اتفضل شوف اللي بعده على طول عشان وقت. طيب نجيب الانجازات. انجازات طيب ناخد معانا تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم يا مستر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اكرم؟ اسالك سؤال. اتفضل. هو احنا علينا نتائج البيان ولا البيان ذات نفسه؟ لا البيان مش علينا، البيان معلومه اسرائيليه. تمام. يعني هو مش من الكتاب خالص. تمام، النتائج بس البيان هي بس اللي علينا. تمام. ايوه نتائج البيان اللي انا قلتها لك بالنسبه للجيش. طيب. وبالنسبه للشعب ومحمد اللي هو محمد نجيب وبالنسبه للاذاعه. تمام مستر. تمام معلش يا مستر، كنت بستفسر بس السؤال ده. في حاجه تانية عندك؟ لا تمام، شكرا مستر. شكرا. العفو، الف سلامه. اتفضل يا استاذ اسلام. عندنا باقي الانجازات. عندي انجازات في المجال الاجتماعي، بس هناخد الاجتماعي نخلي بالك. عادي اتفضل. المبدا الثالث والرابع. الثالث القضاء على الاقطاع باصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول. اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول. وبعد كده عندي العداله الاجتماعيه، تحديد ساعات العمل 7 ساعات يوميا، منح المراه حق الترشح والانتخاب، اصدار قوانين المعاشات والتامينات، التعليم مجاني في كل مراحله بما فيه التعليم العالي، العمال يحق ليهم ان يكون ليهم نصيب من الارباح سنويه ويمثلهم عضو في مجالس الاداره. ده المجال الاجتماعي. تمام. ممكن يجي له سؤال في المراه، سؤال لوحده. ماشي نكمل بس المجالات الاول وبعدين ايه نحط الاسئله. الانتاج القومي. عملت ثوره برضه دلل. عملت ثوره 23 على التوسع في الانتاج الصناعي لزياده الانتاج القومي، لان تم توليد الكهرباء من خزان اسوان، توسعنا في استخراج البترول، انشانا لي مصانع للتكرير، اقامه مصنع حديد والصلب في حلوان، ركز في الاسماء ممكن تيجي اختيارات، والاسمده في اسوان، وانشانا مصانع حربيه تمد قوات مصر المسلحه بالسلاح وكمان نمد البلاد العربيه، وتدعيم التعليم الصناعي وانشاء العديد من مراكز التدريب المهني واقامه صناعات جديده والتوسع في الصناعات القائمه. طبعا عندنا في الزراعه انشاء السد العالي لنتيجه حمايه مصر من خطر الفيضان والجفاف، ده برضه ممكن، وزراعه اراضي جديده. حققت ثوره 23 يوليو الكثير من الانجازات في المجال الدولي، وفي المجال الدولي تركز في مؤتمر اسمه بندونج، لربما ممكن يجي سؤال فيه مع اي مؤتمر تاني. حارب الرئيس جمال عبد الناصر الاستعمار بكل صوره واشكاله، فساعد الشعوب الاسيويه والافريقيه للتحرر، رفض الانضمام الى الاحلاف العسكريه الاجنبيه زي ما اعلن في 1955 رفضه المشاركه في حلف بغداد، وده كان من خلال مؤتمر بندونج، واعلن سياسه الحياد الايجابي وعدم الانحياز. وطبعا ده كان ليه نتائج بعد كده، تعرض مصر لاعتداء 56 و67. جميل، ناخد معانا تليفون ونرجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ الله يخليك، اتفضل. في سلام لك، حدد مدى الصواب والخطا العباره الاتيه معلش السبع. اتفضل. كان ترشيح اللواء محمد نجيب انتخابات نادي الضباط باتفاق بينه وبين تنظيم الضباط الاحرار. العباره هنا صح، لان احنا انا محمد ايه اللواء محمد نجيب تم اقالته او تم حل اداره النادي. تمام. مما ادى الى غضب محمد ايه نجيب، فتم الاتفاق بينه وبين جمال عبد الناصر على خوض المعركه الانتخابيه. وقام عبد الناصر بوضع اسم محمد نجيب على راس قائمه الضباط الاحرار التي تم توزيعها على اعضاء الجمعيه العموميه لضباط الجيش في دار السينما في العباسيه، وانتهت الانتخابات وشهدت الدقائق الاولى من عام 52 بفوز اللواء محمد نجيب بمجلس الاداره ومجلس قياده الثوره او الضباط الاحرار فوزا ساحقا على منافسيهم. تمام. اذا في اتفاق هنا تم بين الضباط الاحرار وبين اللواء محمد نجيب. تمام. في حاجه ثانيه؟
طيب اتفضل كمان يا استاذ. وضح دور ثورة يوليو في مساندة الشعوب العربية، ده المجال العربي ضد الاستعمار. تمثل فيه مساندة السودان، بلاد المغرب العربي، إمارات الخليج، جنوب اليمن للحصول على الاستقلال، والوقوف بجانب الثورات العربية مثل ثورة العراق وثورة اليمن، وتأييد الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وإقامة وطن له. ده اسمه الإنجاز العربي أو الدور العربي. عندي بعد كده الإنجاز الأفريقي، وده اللي حط السناد يا زحمة. ده مهم. فضل. مهم. الإنجاز الأفريقي اللي احنا قلنا عليه يا ولاد، قلت لكم عليه في الفصل الثاني. الإنجاز الأفريقي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لإسماعيل أو بالنسبة لمصر في القرن الأفريقي وبالنسبة للزعيم جمال عبد الناصر. احنا خدنا وأنا حللت اللي فات تحليل كبير، هنشوف ده مع بعض. أي بالأدلة، كان لثورة 23 يوليو 1952 إنجازا في المجال السياسي الأفريقي، حيث قامت مصر بدعم الحركات التحررية للقضاء على قوى الاستعمار. فقد ساعدت مصر دول شرق إفريقيا، شرق إفريقيا، الصومال، كينيا، أوغندا، تنزانيا، وفي غرب وجنوب القارة نيجيريا وغانا والكونغو، من خلال دعم حركات التحرر وإمدادهم بالسلاح والمال بجانب الدعم الدبلوماسي. وقد أدى ذلك لاستقلال 17 دولة إفريقية خلال عام 1960. وقفت مصر إلى جانب شعب روديسيا الشمالية اللي هي زامبيا حاليا، وروديسيا الجنوبية اللي هي زيمبابوي حاليا، والذي تحكمت في مصيره أقلية عنصرية أوروبية، وقطعت علاقتها السياسية مع بريطانيا. طبعا مصر هنا هي اللي قطعت علاقتها مع بريطانيا في الفترة دي، يعني مساندة للشعوب الإفريقية. نددت مصر بسياسة التفرقة العنصرية اللي مارسها الحكم الأوروبي العنصري في جنوب إفريقيا. منحت مصر حق اللجوء السياسي للفارين من جحيم هذه السياسة العنصرية، وده ممكن يا أستاذ أحمد يجي فيه سؤال هو بما تفسر. تمام. أعلنت مصر في 23 ديسمبر 63 المقاطعة الاقتصادية لجنوب أفريقيا برضه عشان العنصرية. أفريقيا للإفريقيين، ده شعار رفعته مصر في أول مؤتمر للقارة الإفريقية في إبريل 1958 في أقرى عاصمة غانا. أي بالأدلة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأت لمصر سياسة إفريقية جديدة. واحد، حيث مد جذور التعاون لتحقيق أهداف التكامل المشترك. اثنين، أصبحت السياسة الخارجية المصرية تضع في أولى اهتماماتها الدائرة الإفريقية بكل ما تحمل من تعاون وتوثيق الروابط واتباع أساليب واستراتيجيات تبنى على أسس وقواعد تتماشى مع الأحداث الجارية محليا وإقليميا ودوليا. طبعا ده سؤال مهم يا أستاذ أحمد. تمام. قبل ما نكمل ناخد بس معنا تليفون. سلام عليكم. سلام عليكم يا عبد الرحمن. السلام عليكم أسر. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضل. انا عايز اسال سؤال. اتفضل. بمتفسر. اتفضل. اعتزل الوجود الفرنسي في مراكش اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. اتفضل يا استاذ اسلام. مراكش هنتكلم فيها يا احمد. اول حاجة ان فرنسا القت القبض على السلطان محمد الخامس وقامت بنفيه. اتفاجئت من رد فعل زعيم الجلاوي زعيم البربر اللي اقام الوحدة بين العرب والبربر، وهو الذي طالب بعودة السلطان محمد الخامس من منفاه، ودي كانت مفاجأة لفرنسا. اثنين، انتقال الزعيم المغربي علال الفاسي الى القاهرة وانضم الى لجنة تحرير المغرب، وطبعا ده ادى لاشتعال الحركة الوطنية في المغرب في هذه الفترة. يا استاذ احمد، طب انا عايز برضه اجاوب اي سؤال. ايه؟ عايز يجاوب اي سؤال. طب ذكرت الانجاز الافريقي؟ اتجاوب؟ اسال استاذ سامي. المجال الاقتصادي. ذكرت الانجاز الاقتصادي؟ اه. طب اتفضل قول لنا الانجاز الاقتصادي في اول حاجة انشاء تكتلات اقتصادية قوية لمواجهة الفقر والاستغلال. تمام. وانشاء صندوق فني المصري للتعاون مع الدول الافريقية. صح. تمام. وتقديم الدعم الكامل لها من خلال ارسال الخبراء والفاتحين. الله يفتح عليك. وبرضه اقامه السدود لتوليد الكهرباء. برافو عليك. طيب الدعم اللي قول لنا كده الانجاز الاعلامي. الانجاز الاعلامي تمام. فتحت مصر مكاتب لحركات التحرر الافريقيه في القاهره. لشرح القضايا اللي هو الشعوب الافريقيه الراي العام. تمام. اثنين، البث الاذاعي لدول افريقيا باللغات الافريقيه المتعدده. الله يفتح عليك. طب الانجاز الثقافي ودول الازهر.
الثقافي. تمام. اول حاجه عقدت اتفاقيات ثقافيه مع كثير من دول القاره نصت على تبادل المعلمين والاساتذه في المناهج الدراسه والمطبوعات. الله يفتح عليك. لسه واحده ها. لعب الازهر الشريف دور اسلاميا وثقافيا في القاره الافريقيه. تمام. حيث ان وافدوا الى مصر وتعلموا في اروقته وارسل اليهم الازهر الايه الائمه والوعاظ والمشايخ لتعليمهم اصول الدين. تمام. تسلم عبد الرحمن، المنطقه دي مهمه جدا يا عبده. تمام ماشي حضرتك. ماشي يا باشا اتفضل، مع الف سلامه. عندنا برضو زحمه استكمال لانجازات افريقيا بما تفسر نالت افريقيا اهتماما خاصا من الرئيس جمال عبد الناصر لانه راى ان افريقيا تمثل عمق استراتيجي لمصر. تمام. وان تحرير افريقيا من الاستعمار الاوروبي هو استكمال لتحرير مصر. عندنا في ماده في المية عن السد العالي برضو عن انجازات الثوره، لو جاهزه معانا ممكن ناخدها دلوقتي. هنشوف مع بعض هنا عندي بعض الاسئله ممكن نكتب في اخر سؤال في انجاز. اتفضل اتفضل. ما النتائج المترتبه على الاجتماع الذي تم في اديس ابابا في شهر مايو 63؟ الاتفاق على قيام منظمه الدول الافريقيه تولت مصر رئاسته مرتين 1964 و2019. تمام. دي كده كل الاسئله على الانجاز الافريقي ده. تمام اتفضل. لو في معانا تليفون اثبت صحة العبارات الآتية، نقطع على الورقة كده ونشوف. أثبت صحة العبارات الآتية، نعدل بس الورق، نعدل بس الورق كويس عشان هيضربونا دلوقتي، ويا ريت ما تنزلش على السطر. ماشي؟ حاضر. ماشي. واحد، نجحت، أنا هعمل لك صيغة واحدة وأنت تعمل الصورة التحتية، نجحت ثورة يوليو في تحقيق، خليها سطر واحد، المبدأ الأول. الأول. اتنين تحتيها برضو، نجحت ثورة يوليو في تحقيق المبدأ الثاني. بعديها نجحت في تحقيق المبدأ الثالث. نجحت في تحقيق المبدأ الرابع. المبدأ الخامس. تمام. المبادئ دي مهمة جدا. لازم اكون حافظ الايه المبادئ بالترتيب. لان انا هنا بسألك في رقم المبدأ مش في ايه في اسمه. لما اقول عندي في ثلاثة قضاء، القضاء على الاستعمار، قضاء على الاحتقار، قضاء على الاقطاع. إقامة عدالة، إقامة جيش، حياة ديمقراطية، ستة. لما أجي بسأل في رقم الإيه؟ المبدأ مش في اسمه. لذلك لو أنت مش حافظ المبادئ بالترتيب ممكن تثبت مبدأ في مبدأ تاني تبقى العبارة هنا إيه؟ لخبطتها أنت. السؤال الأولاني اتفضل يا ريس. نجحت ثورة يوليو في تحقيق المبدأ الأول. طيب المبدأ الأول كان إيه؟ القضاء على الاستعمار وأعوانه. طب القضاء على الاستعمار حينما تم توقيع اتفاق الجلاء مع الإنجليز ورحل الإنجليز في يونيو 56. لان الاتفاق كان بيقول الرحيل خلال 20 شهر واعوانه اللي هو القضاء على حاشيه الملك الفاسدين فتم رحيلهم مع الملك. يبقى من هنا المبدا الاول. طب المبدا الاول هنقول في عندي رقمين في المبدا في النجاح السياسي والانجاز السياسي، توقيع اتفاقيه الجلاء 2، تاميم قناه السويس. تاميم القناه مع المعاهده ادى الى رحيل الايه الاحتلال نهائيا المشترك او الاحتلال لكل انجلترا، فده نجح المبدا الاول. ناخد معانا السد العالي، ولو في عندنا برضو انجاز تاميم قناه السويس برضو نشوفه تاني. خليكم معانا اعزائي الطلاب، اهلا بكم من جديد. بنشكر الناس اللي تعبوا والله وعملوا معانا المجهود ده النهارده. نرجع معاكم في انجازات ثوره يوليو واثبت نجاح ثوره يوليو في تحقيق المبدا الثاني. لما اجي اتكلم على اثبات المبدا لازم اقول المبدا واقول الاثبات. يعني مثلا بقول نجحت ثورة يوليو في تحقيق المبدأ الثاني، اقول نجحت في القضاء على الاستعمار على القضاء على الاحتقار وسيطرة رأس المال، خدت درجة. الإثبات بقى يعني انا كده امتحنتك في رقم المبدأ، انك انت جبت لي المبدأ. النقطة الثانية ان انا اجيب بقى ايه؟ الإثبات. طب ناخد معانا آية. السلام عليكم يا آية. ايوه يا آية ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، عاملة ايه؟ ازيك يا مستر عامل ايه؟ الله يخليك، هتجاوبي؟ الحمد لله كويسة، كنت عايزة اجاوب على الأسئلة. طيب قولي المبدأ الثاني. المبدأ الثاني اللي هو الاحتكار وسيطرة رأس المال. اثباته ايه؟ وذلك من خلال تمثيل الشركات التأمين ووكالات التمثيل والاستيراد وتعيين رجال المال والاقتصاد وال هو انت بتسمعي الحلقات؟ والله بسمع من أول السنة. ما شاء الله. ماشي، بقولك يا آية، يعني أنت بتسمعي الحلقات من أول السنة؟ يعني شفت السؤال ده قبل كده في الحلقه يعني. طب الحمد لله يا بنتي. اتفضلي.
وبرده اللي هي كانت وفتح اسواق للمنتجات المصريه وتعيين رجال المال والاقتصاد المصريين لادارتها. الله يبارك. المبدا الثاني. تمام. تقول المبدا الثالث اللي هو الاقصاع، وذلك من خلال في سبيل تحقيق ذلك قام باصدار الاصلاح الزراعي. واللي هي كانت القضاء على الاقصاع المبدا الثالث بتاعه المجال الاجتماعي. تمام. الله يفتح. والاصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952. تمام. طب قول المبدا الرابع. المبدا الرابع كانت اللي هو كانت عداله اجتماعيه. صح. تمام. وذلك من خلال تعيين مجانيه تعميم مجانيه التعميم حتى في المرحله الجامعيه. واصدار قانون التامينات الاجتماعيه. والمعاشات وتحديد عدد ساعات العمل 7 ساعات يوميا. واشتراك العمال في مجالس اداره الشركات وتخصيص عدد ساعات العمل وهي 7 ساعات. جميل. والاهتمام بالمراه حق الترشيح والانتخاب. او من والاهتمام بالمراه في ترشيح الانتخاب. تمام. حاجه تانية قول لي المبدا الخامس اللي هو قامت جيش قوي ذلك. من خلال اللي هي كانت بتاعت الصناعه اللي هي كانت ماده المصانع الحربيه. برافو عليكي يا بنتي، برافو عليكي. ماشي. واللي برضو بتاعت التعليم اللي هي كانت الذخائر والاعتداء الحربيه. برافو عليكي. تمام. باقامه المصانع الحربيه لتزويد الجيش المصري والجيش العربي. بس انت محافظه ايه يا ايه؟ ايه انا محافظه الشرقيه على فكره. انا مكلمه حضرتك امبارح. انت مكلماني في التليفون امبارح؟ كلمت حضرتك على طول. صح. انا برد عليكم. عشان انت بشتري شوف اللي في التلفزيون. قلت لك ايه؟ انت بشتري شوف اللي في التلفزيون الوزير بيقوله امبارح. ما انا قلت لك امبارح كنت بسمع الوزير وقلت لك شوف الوزير بيقول ايه عشان حاجه مفاجاه جميله. على فكره والله احنا بنحب حضرتك جدا هنا وانا بحب حضرتك ونفسي اشوفك والله بعد كورونا ان شاء الله يعني. ما انت بتشوفيني اهو يا ايه. لا بس تعالي اشوفك يعني وجه لوجه. ان شاء الله تدخلي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، تخشي كليه ألسن عندنا هنا في القاهره واشوفك. والله انا فعلا عايز اخش كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. طب ان شاء الله. الاستاذ عماد عامل المخرجه بتشجعك، بيقول لو طلعت الاولى على الجمهوريه والحد العاشر هنستضيفك هنا ونقعد معاك وناكل ونشرب مع بعضينا ان شاء الله. ربنا يخليك. تحت امرك يا بنتي، مع الف سلامه. ربنا يخليك. يا استاذ انا كنت عايز اسالك سؤال، هو في سؤال ما حد كاتبه على الجروب، ظلت الملكيه الخاصه في ظل الحكم العثماني. لا ده السؤال ده هنقول عن الملتزم. لا السؤال ده انا غلطته، قلت السؤال ده غلط يعني. لا هو كان على الجروب. لا لا ما فيش ملكيه، الملكيه هنا كانت للدوله العثمانيه، ما فيش ملكيه خاصه. ماشي. وبرده في سؤال تاني. ده برده على الجروب اصلا مش عارفه هما في حد اللي جادل معايا فيه. الازمه الاقتصاديه. الازمه الاقتصاديه وبتاعت محمد علي مشروع الوحده. لا وده برده انا غلطته. طيب هما بيقولوا لا الاستاذ اسمه اسامه مش عارفه ايه اللي هو قال لك ايه الاجابه؟ ايه الاجابه اللي عندك؟ قال لي عشان محمد علي كان في ازمه 1808 هو كان بوضع اجراءات ورفع زياده الضرائب. جميل قوي. ازمه 8 دي ماشي، ايه علاقتها بالوحده العربيه اللي جت سنه 1840؟ ما هو بيقول بدا علشان ايه؟ لا 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 الفلاحين هربوا من الضرائب. لا 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 الموضوع ده مش هنقول بس ان ايه ان ازمه 8 أزمة 8 على فكرة ما كانش فيها مشكلة بالنسبة للفلاحين يا آية، المشكلة كانت بالنسبة لمين؟ بالنسبة المشكلة كانت بالنسبة للعلماء. بالنسبة للعلماء، هو عمل أزمة كام؟ هو عمل أزمة 8، عمل تعديل في قانون في الملكية والضرائب صح؟ ليحقق غرضه في الإيه؟ في السيطرة والامتلاك، يحقق غرضه في السيطرة والامتلاك ويثبت عجز الزعامة. إنما هو ما كانش فيه اضطرار خالص إن هو يزود خالص، هو كان عامل المؤامرة دي مع زغلي باشا وهو كان متفقين مع بعض ان هم يظهروا العلماء بصوره سيئه عشان يقضي على الزعامه الايه؟ الشعبيه. ايوه صح. انت فاهمني؟ بص يا بنتي احنا بنقول لك هنا كل الاسئله القويه وانت عارفه اللي ما فيش فيها لبس. ماشي يا مستر، والله على فكره انا بحب حضرتك جدا جدا يعني مش متخيل انت عارف اكثر مدرس مميز بالنسبه لي والله. بصي يا ايه بس فهميني انا عايز اقول لك ان الاسئله القويه يا بنتي احنا بنراعي ربنا فيكم هنا وانا والله بعصر في دماغي طول ما انا قاعد، انما ما فيش اسئله الفوازير دي الا لا الكلام ده مش موجود خالص. ماشي يا مستر. وانت لو بصيت الاسئله اللي انا بقولها لك شوف الامتحانات القديمه هتلاقيها موجوده في الامتحانات بالنص. ماشي ماشي يا مستر. شكرا. الله يخليك يا ايه، متشكر. تسلمي يا حبيبتي، مع الف سلام. مع الف سلام. طيب احنا هنا قلنا دلوقتي ما شاء الله يعني ايه ربنا يبارك لها كده ان شاء الله ويكرمها وتفرحنا كلنا اخر السنه، جاوبت الايه الاسئله اللي عندنا. هنقول بقى السؤال تاني هنا برضو معايا. ما نتائج انجازات وسياسات ثوره يوليو؟ اتنين فسر. تعرضت مصر لمؤامرات عديدة، تعرضت مصر لمؤامرات عديدة بعد ثورة يوليو. اثبت
كان للزعيم السادات دور في القضاء على الخطر الإسرائيلي. تمام، اتفضل يا رئيس. نتائج انجازات وسياسات ثورة 23 يوليو، هنقول انجازات احنا كلها زحمة احنا سائلنا انجازات نتائج انجازات ثورة يوليو. نتيجة انجازات ثورة يوليو بنقول يا اولاد كده تعرضت مصر لمؤامرات عديدة مثل عدوان 56 و67، وده اللي كان موجود في الامتحان السنة اللي فاتت. لما قلنا كده قيام ثورة يوليو ونجاحها وانجازاتها، مساعدتها الشعوب العربية على الاستقلال، رفضها الانضمام الى الاحلاف الدولية زي حلف بغداد، رفضها التأييد الغربي لليهود، فتعرضت لمؤامرات دولية مثل 56 و67. السؤال الثاني، وهو ده السؤال اللي بعده، بيقول تفسر تعرض مصر لمؤامرات عديده لان ده اللي انا جاوبته برضه. اللي بعديه، اثبت كان للسادات زعيم السادات دور في القضاء على الخطر الاسرائيلي. دوره ان هو اصدر قرار حرب اكتوبر 73، ووحد الجبهه العربيه، ونقل الجبهه العربيه من خلافات، ووحد الجبهه الداخليه لمصر. هو طبعا السؤال هنا ان هو مرتبط عنده بالفصل دوره. السابع اتلغى، فهو اتلغى. فطب يقول لك السؤال ده ملغي. لا مش ملغي، وعلى فكره السؤال ده برضو كانت امبارح الدكتوره صباح من المنوفيه برضو كلمتني وناقشتني في السؤال ده، وزعلانه برضو ان هي بتتكلم مع الناس وبيعرضوها. لا السؤال حلو، السؤال جميل جدا، هو عايز دور السادات. وانا هجيب السؤال من كتاب المدرسه، ممكن اخر حاجه في الفصل، اخر حاجه في الرابع، اخر حاجه في الرابع، هتلاقي السادات عمل اربع حاجات. تولى الرئيس السادات بعد وفاه الزعيم جمال عبد الناصر، وحد الجبهه الداخليه، اقر الدستور الدائم، اعد الجيش للحرب، صاحب قرار العبور. ممكن تقراه لنا يا رئيس؟ بالظبط اهو في صفحه 91، ده الكتاب الجديد. اتفضل. اصدار الدستور الدائم لمصر عام 71، توحيد الجبهه الداخليه، اعداد الجيش للحرب، توحيد الصف العربي، مما دفعه الى اصدار قرار حرب اكتوبر 1973. اذا ذلك يثبت ان الرئيس السادات كان له دور في حرب اكتوبر، او دور في القضاء على الخطر الاسرائيلي. طبعا هنقول برضو هنا اسئله بس سريعه كده بعد اذنك. اتفضل. ما العلاقه، خلي بالنا من الاسئله ده الله يخليكم، ما العلاقه بين وينجت، لا بلاش وينجت، دافرين وانجازات ثوره يوليو، بعديها دانلوب، ما العلاقه بين دانلوب وانجازات ثوره يوليو، بعديها الرأسماليين وإنجازات ثورة يوليو، الرأسماليين وإنجازات ثورة يوليو. طبعا هو في عندي أسئلة تانية، نقلب بس الصفحة، الشبه، وضح الشبه بين إسماعيل وإنجازات ثورة يوليو، إسماعيل وإنجازات ثورة يوليو، محمد علي وانجازات ثورة يوليو. ايه الشبه بين محمد علي وانجازات ثورة يوليو؟ نشوف دول مع بعض عشان الحلقة قربت تختم. اتفضل يا رئيس. اول حاجة، ما العلاقة بين دافرين وانجازات ثورة يوليو؟ دافرين اللي هو صاحب القانون الاساسي، تقسيم السلطة والكلام ده، ناخده منين؟ طيب هنقول دافرين، لا خلاص دافرين، لما قول دافرين وانجازات ثوره يوليو، نقول دافرين طبع الاداره في مصر بالطبع الانجليزي في معارف باسم سياسه النجلازه، كل الموظفين انجليز. ثوره يوليو عملها على تمصير الاداره المصريه واحلال موظفين مصريين محل الموظفين الاجانب، دافرين. بعدها دانلوب هنقول اهمل التعليم ونتكلم عن سياسه دانلوب. هنا قلت تعميم مجانيه التعليم في كل مراحله بما في التعليم الجامعي. بعديها الراسماليين ابتزوا عرق العمال، عملوا بدون تحديد ساعات العمل ولا تأمينات ولا ضمانات ولا تعويضات في حالة الإصابة أو العجز. قامت ثورة يوليو بتحديد ساعات العمل، قوانين التأمينات والمعاشات، وتخصيص نسبة من الأرباح. إسماعيل تقوية الجيش، إسماعيل وإنجازات ثورة يوليو، الشبه تقوية الجيش، الشبه بين إسماعيل وثورة يوليو. إسماعيل اهتم بإنشاء المصانع الحربية، ثورة يوليو اهتمت بإنشاء المصانع الحربية. إسماعيل اهتم بتعليم البنات، ماشي، هم اهتموا بالبنت ومنحوها حق الايه، المراه، حق الترشيح والانتخاب. اسماعيل اهتم بالتعليم في مختلف مراحله، الثوره اهتمت بالتعليم في مختلف مراحله. الشبه بين محمد علي وثوره يوليو، محمد علي نفس الكلام، اهتم بالصناعه الحربيه والعسكريه، هم اهتموا بالصناعه الحربيه والعسكريه. محمد علي اهتم بالجيش برضه، هم اهتموا بالجيش.
محمد علي اهتم بالزراعة والصناعة، هم اهتموا بالزراعة والصناعة. الحلقة على فكرة برضو هنا فيها شوية أسئلة كتار، بس معلش وقت الحلقة خلص. لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن نتوجه بالشكر لكثير من الناس اليوم. أولهم الأستاذ إسلام، شكرا أستاذ إسلام، تعبناك معانا، كل سنة وأنت طيب. بشكر الأستاذة أستاذتي صغيرة بس أستاذتي إيمان علي، مخرجة البرنامج، تعبت النهاردة معانا في المادة الفيلمية، ومعلش بقى احنا تعبناك يا استاذه. الف شكر، شكر لكل الناس اللي ساعدونا النهارده في الحلقه. الاسبوع القادم باذن الله 3 ساعات الفصل الخامس، معركه تحيات وامنيات، لكم النجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم، والى اللقاء، مع السلامه.